السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة جميع متابعينا الكرام ولكل من التحق بنا مؤخرا. إذن متابعينا الكرام، الحرب الروسية الأوكرانية، أشنو هي الرسائل أو الأمور اللي خص نظام الكبرانات أولا يتعلمها في الجزائر الشمالية ومرتزقة البوليزاريو في الجزائر الجنوبية اللي حتى هما خصهم يتعلموها خصهم يفهموها؟ ونبدأ مع الجزائر الجنوبية مع مرتزقة البوليزاريو. يا جماعة الكلخ، شوفوا الحرب كيفاش كتكون، الحرب كيفاش كتكون. يلا يومين هذه باش انطلقت الحرب، آلاف آلاف الفيديوهات والصور التي توثق هذه المعارك. والحاجة اللي كنحاول نشرحها دائما، وهو أن البيانات العسكرية لا من الجانب الروسي ولا من الجانب الأوكراني لا تصدر إلا إن كان هناك إنجاز عسكري على أرض الميدان. وفي بعض الأحيان كيكون إنجاز عسكري وما كيصدروش البلاغات العسكرية. فهموا هذه يا جماعة الكلخ، يا الجزائر الجنوبية منذ أكثر من سنة وما كتخرجوا علينا بالبيانات العسكرية. والكارثة الكبرى وهو أنكم لم توثقوا ولو بيان واحد، لا بصورة ولو بفيديو. هذا من جهة. شوفوا التغطية الإعلامية لهذه الحرب، يومان ديال المعارك، الوسائل الإعلام العالمية بما فيها العربية بما فيها الأجنبية كلها توثق، كلها تتابع الأخبار، كلها تقوم بالتغطية تماما كما قاموا بالتغطية ديال عملية القرقرات. انت تذكرتم نهار قامت القوات المسلحة الملكية بإصدار بلاغ عسكري بانطلاق عملية القرقرات وتأمين معبر القرقرات، جاءت جميع الوسائل الإعلامية العالمية بما فيها القنوات العربية بما فيها القنوات الأجنبية ووثقت تأمين معبر القرقرات بالصوت والصورة. أما أنتم يا معشر الأغبياء، أكثر من سنة أكثر من سنة وأنتم تصدرون في هذه البلاغات، تشي حد متسوق لكم ما قدرتوش يعني تقوموا بتوثيق ولو فيديو ولو صورة واحدة، وبالتالي هاد البروباغندا ديالكم كلها بفعل هاد الحرب التي وقعت الآن ما بين أوكرانيا وروسيا ذهبت أدراج الرياح، لأن الناس الآن شافوا الحرب، طبيعة الحرب كيفاش كتكون. ماشي الحرب ديال البلاغات، ماشي الحرب ديال الكلام الفارغ، ماشي الحرب ديال البروباغندا، ماشي الحرب ديال الوهم. هذا من جهة. من جهة أخرى، الرسالة الثانية لبوصبرزرك الرسالة الثانية للمستحمرين من الجزائر الشمالية الذين يظنون على أن الحرب لعبة، الذين يظنون على أن الحرب نزهة، الذين يظنون على أن الحرب غير بدوها يسليوها كيف ما بغى. شوفوا ما يحصل في الجيش الروسي، ثاني أقوى جيش في العالم بترسانة ديال الأسلحة اللي يعني كبيرة جدا، حصلوا في أوكرانيا بالرغم من القصف المتواصل لمواقع الجيش الأوكراني والخسائر في صفوف الجيش الأوكراني وجميع أنواع الأسلحة التي تم استخدامها منذ بداية الحرب، إلا أنه وصلوا ل 48 ساعة الآن وما زال مساله الحرب. والتقديرات تقول على أن هذه الحرب سوف تطول. علاش كنقول هذا الكلام؟ هذه هي رسالة لأصحاب غادي نحتلوا المغرب في 8 ساعات، هذوك اللي قالوا سوف ندخل ونحتل المغرب في 7 ساعات في 5 ساعات، كل واحد شنو كيقول. هادو اللي عايشين في الأوهام، اللي صحاب ليهم راه الحرب مجرد نزهة، الجيش الروسي بعظمته وما قدرش على أنه يقوم بهذه القضية ديال أنه يحتل أوكرانيا في 8 ساعات. بل شفنا صور وشفنا لقطات ديال خسائر كبيرة جدا في صفوف الجيش الروسي، وأحدث الأسلحة ديال الجيش الروسي تم تدميرها. هنا في كاين الفضيحة، هنا في كاين الكارثة. هذه أسلحة بنسخة أصلية ديال الجيش الروسي اللي كاين عند الجيش الروسي، فما بالكم بالأسلحة يعني النسخة التصديرية التي يعني يتم نزع 50% أو 25% من قدراتها العسكرية قبل أن يتم تصديرها إلى دول مثل
دولة الفقرورية ديال نظام الكبرانات. هذه روسيا بحجمها بأسلحتها بقوتها، وهي تعاني الآن، القواس ديالها تعاني في أوكرانيا بالرغم من كل هذا التقدم الذي حققوه، إلا أنهم يعانون في أوكرانيا. وجينزا ديال المكلخ يا بصبع أزرق أيها المستحمر، وتقول غادي نحتلوا المغرب في 8 ساعات أو في 5 ساعات أو في 4 ساعات أو بالحماية المدنية، وتلك الخزعبلات اللي كتحاولوا تبردوا بها على ريوسكم من كثر الصفعات التي تلقوتموها يعني في الدبلوماسية أو من طرف الدبلوماسية المغربية. ناهيكم على أن مساحة المغرب أكبر من مساحة أوكرانيا، وغادي تجيو نتوما بهذا الجيش ديالكم اللي ما عمرو خد شي حرب اصلا بالمقارنه مع يعني الخبره اللي عند الجيش الروسي والحجم ديال الجيش الروسي والعتاد اللي عند الجيش الروسي، وتجيو وتدخلوا المغرب في 8 ساعات او 4 ساعات. الان هذه هي الرساله او هذه هي الحقيقه اللي بصبع زرق غادي يلقى راسو امامه الان، لأن نظام الكبرانات كان يحاول أن يغرس هذه الفكرة في هؤلاء المستحمرين، وخصوصا في الدباب الإلكتروني ومن يناصر نظام الكبرانات، على أن عندهم قوة عسكرية وعلى أن عندهم سلاح وسوف يقدروا على أنهم يدخلوا المغرب ويحتلوا المغرب ويدمروا المغرب. هو الواقع، الواقع يتصدح، ليس فقط تنفضح الأكاذيب والخزعبلات و يعني البيانات الوهمية ديال المرتزقات البوليزاريو، بل حتى البروباغاندا التي كان يحاول نظام الكبرانات أن يبنيها طوال سنوات، خصوصا فيما يتعلق بالجيشه الكرتوني. هذا النظرة انهارت وعليها أن تنهار بالنسبة للمستحمرين من بصبع الأزرق. هذه هي الحقيقة متابعينا الكرام، والحرب ما زالت مستمرة ما بين روسيا وأوكرانيا، وبالفعل هناك خسائر كبيرة في الجيش الروسي، وهناك خسائر أخرى في الجيش الأوكراني، مع العلم أن الجيش الأوكراني هو الآخر، العتاد دياله تقريبا 90% في العتاد دياله هو سلاح روسي. هنا في كاين فضيحة أخرى. هذه هي الدروس اللي خاص هاد المكلخين يستنبطوها ويتعلموها من هاد الحرب اللي وقع الآن ما بين أوكرانيا وروسيا. فمتابعينا الكرام، سوف أراكم في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.